معركة حطين، واحدة من أعظم المعارك التاريخية الفاصلة في العالم. سنشاهد معا كيف سيتغلب صلاح الدين على هؤلاء المغضوب عليهم والضالين. في هذه الظروف القاسية من الحر واللهيب، حل بالجيش الصليبي أمتار غزيرة من السهام الأيوبية كجمرة سقطت من فم الطيور الأبابلية، وتباطأت قوات المؤخرة عن المسير وسقطت في فخ الكتائب الأيوبية أثناء سيره من صفورية إلى طبرية، الأمر الذي اضطر له الملك جايلوزينان بإقامة معسكره قبل وصول إلى طبرية. حل الليل وعسكر جيش الصليبي هناك، فكانوا في حالة مزرية، والجنود الأيوبية حرمت عليهم الراحة البدنية، فساروا يمطرون السهام عليهم وينسحبون. وقام الأيوبيون بنشوب حريق في الأعشاش المحاطة عليهم، وحر شديد ولباسهم فيها حديد. وعندما علم صلاح الدين بتحركهم علق بقولة قال فيها: ها قد حصل المطلوب وكمل المخطوب، وجاءنا ما نريد، ولنا بحمد الله الجد الجديد، والحد الحديد والبأس الشديد، والنصر العتيد. قام صلاح الدين الأيوبي قبل المعركة بشهور قلائل بتجميع الجيش الإسلامي من مختلف المناطق في دولته ووحده تحت كلمة واحدة، وقد حصر قلعة الكرك وشوبيك نتيجة أفعال الشيطانية للأمير الصليبي أرناط الذي حاول نبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهب ممتلكات المسلمين. وفي هذه الأثناء استبشر صلاح الدين بذلك النصر الذي حققته تلك السرية الإسلامية في معركة الصفورية التي تعرفنا على أحداثها في الحلقة السابقة، فترك الكرك وشوبيك وسار مسرعا إلى طبرية. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناتنا حنكة ليكون حافزا لنا لنشر المزيد إن شاء الله، وإذا كان أي استفسار سنجيب عنه بإذن الله تعالى. وردا على ذلك التجمع الإسلامي العظيم، فإن الصليبيين لما سمعوا باجتماع الجيش الإسلامي والسير إليهم علموا أنه قد جاءهم ما لا عهد لهم بمثله، وأن كيانهم زائل لا محال، فأصدر الملك جايلوزينان بتقدم كل رجل في مملكته قادر على حمل السلاح، وخرج أمير أرناط بجنوده من قلعة الكرك لينضم إلى الجيش. وصادف أمير طرابلس ريموند الثالث كذلك هذا التجمع وانضم إلى الجيش الصليبي. تجمع الصليبيون في مدينة عكا وحشدوا حشودا كبيرة، ورفعوا الصليب الصلبوط لتجمع الناس حوله، وتحركوا نحو معسكر صفورية. عسكر صلاح الدين قرب حصن كفر سبيت وعلم بتلك التجمع وأن مددا قد أتى إلى معسكر صفورية، واستشار قواده فيما يفعل، فأشار أكثرهم بترك اللقاء واتباع طريقة حرب العصابات لإنزال ضربة قاضية بالصليبيين في كل مرة حتى تضعف، وأشار الفريق الآخر بالتوغل في بلاد الصليبيين واشتباك معهم في معركة فاصلة. واستعان صلاح الدين بهذين الطريقتين، وأول ما بداه هو استيلاء على منابع المياه ليقطعه على الصليبيين المعسكرين في صفورية، ووزع جنده في هذه المناطق ليضايقهم وقت ما شاء. وفي يوم الجمعة 3 يونيو عام 87 ميلادية أصدر صلاح الدين أوامره بالتقدم إلى طبرية ومهاجمتها، مما كانت تتواجد فيها زوجة ريموند الثالث. وما كادت الأخبار ذلك الهجوم إلى أن وصلت إلى مسامع الصليبيين حتى جن جنونهم. ودعا الملك جاي إلى مجلس الحرب، فأشار بعضهم بالتقدم نحو المسلمين وقتالهم ومنعهم من توغل في طبرية، وفي حين أشار ريموند صاحب طرابلس على الملك بالبقاء في موضعه بصفورية، وأنهم لا قبل لهم بجيش صلاح الدين، وهو مستعد لترك زوجته مقابل عدم تحركهم نحوه. هنا انزعج الأمراء من ريموند، ويبدو أن سياسة صلاح الدين في الإيقاع الخلاف في صفوف الصليبيين قد أتت أكلها، حيث لقي رأي ريموند هذا معارضة شديدة من كل من أرناط صاحب الكرك والقائد جيرار ريديفورز اللذان اتهماه بالخيانة وانحياز إلى المسلمين،
واستطاع هذان التأثير على الملك جايلو زينان الذي أصدر أوامره إلى الجند بالمسير إلى طبرية. وبدأ الجيش الصليبي زحفه من صفورية، وجزء كبير منهم لم يكن من أنصار التقدم نحو طبرية، فساروا مكرهين. كانت اعداد جيش الصليبي على قرابة 30,000 مقاتل او يزيدون. في المقدمة كان الملك ريموند الثالث امير طرابلس وجيرار ريديفورت قائد مقدمة الجيش الصليبي من فرسان المعبد، وفي القلب ملك مملكة بيت المقدس مع 3,000 من رجال المدرعين وبعض من المشاة، وريلاندو الشاطيون الملقب بأرناط في القسم الأخير بالمشاة، و500 من فرسان تيركوبولي وهم من جيش البيزنطي محترفي الرماة. وعندما اكتمل الجيش في المسير تعرض في طريقه من المتاعب وخسائر بسبب الكمائن التي نصبها صلاح الدين لهم أثناء سيرهم، فضلا عن حرارة الجو ووعورة الطريق وانعدام الماء. في هذه الظروف القاسية من الحر واللهيب حل بالجيش الصليبي أمتار غزيرة من السهام الأيوبية كجمرة سقطت من فم الطيور الأبابلية، وتباطأت قوات المؤخرة عن المسير وسقطت في فخ الكتائب الأيوبية أثناء سيره من صفورية إلى طبرية، الأمر الذي اضطر له الملك جايلو زينان بإقامة معسكره قبل وصول إلى طبرية، وبعث لريموند وأمره بالتوقف، إلا أن ريموند جد عناده ووصل بالمسير إلى أن يصل إلى منابع المياه، وظن أنه سيتكبد خسارة لا محال. والواقع أن هذه الأوامر اتصفت بالتهور، ودلت على انعدام التفكير العسكري السليم لدى قادات الصليبيين. حل الليل وعسكر جيش الصليبي هناك، فكانوا في حالة مزرية، والجنود الأيوبية حرمت عليهم الراحة البدنية، فساروا يمطرون السهام عليهم وينسحبون، وقام الأيوبيون بنشوب حريق في الأعشاش المحاطة عليهم، وحر شديد ولباسهم فيها حديد. وعندما علم صلاح الدين بتحركهم علق بقولة قال فيها: ها قد حصل المطلوب وكمل المخطوب، وجاءنا ما نريد، ولنا بحمد الله الجد الجديد، والحد الحديد والبأس الشديد، والنصر العتيد. كان جيش صلاح الدين يتكون من 30,000 مقاتل أو يزيد، فكان يتكون من 12,000 من فرسان والباقي من المشاة، وكان رحمه الله على قلب الجيش، وكان في ميمنته ابن أخيه المدفر تقي الدين عمر، وفي ميسرته المدفر الدين كوكبوري. ورتب صلاح الدين رجاله في تلك الليلة قرب قرية حطين، وسار هو على رأس جيشه ليلقى الصليبيين على قرب جبل طبرية المشرف على سهل حطين، وهي منطقة على هيئة هضبة ترتفع عن سطح البحر أكثر من 300 مترا، ولها قمتان، مما جعل العرب يطلقون عليها اسم قرون حطين. تحركت قوات الصليبيين في فجر يوم السبت نحو طبرية، وتهيأ الجيش الأيوبي هو كذلك. وفي المقابل تحرك الجيش الصليبي واضعا في ذهنه الوصول إلى طبرية لعله يرد الماء، إلا أن صلاح الدين ببراعته الحربية أدرك مقصدهم، ووقف بعسكره في وجوههم وأخذ يطوف بين الصفوف ويحرض الرجال على الجهاد، ويأمرهم بما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم، وهم له طائعون. في لحظات حاسمة بدأ الهجوم الإسلامي على الصليبيين، فاستمات المسلمون في القتال وشددوا هجماتهم على الأعداء، وفي قلوبهم عزيمة حادة يضربون أعناق عدوهم بلا هوادة. وأمام ذلك الهجوم الإسلامي الرهيب أدرك الصليبيون أن نهايتهم قد حانت، وأنه لا ينجيهم من صلاح الدين سوى القرار أو الاستسلام، ولم يستطع النجاة سوى ريموند أمير طرابلس الذي رأى عجز الصليبيين عن مقاومة الجيش الإسلامي، فاتفق مع جماعة من أصحابه وحملوا على من يليهم من المسلمين، ففتح المسلمون لهم طريقا يخرجون منه. وبعد خروجهم التام
صفة الثغرة وعززوا خطوطهم نحوه حتى لا تكون ردة فعل منه، وعادت كما كانت مرة أخرى. ويبدو أن خروج ريمون تمت بموافقة صلاح الدين الذي أصدر أوامره إلى ابن أخيه تقي الدين عمر مقدمة تلك الناحية التي حمل عليها ريمون. وقصد صلاح الدين بذلك إدخال الضعف واليأس في نفوس الصليبيين عندما يعلمون بهروب ريموند وجموعه، كما لا يستبعد أن يكون ذلك الأمر قد تم باتفاق بين ريموند وصلاح الدين. في الوقت الذي تخلى فيه ريموند عن أبناء ملته، كان بعض المتطوعين المسلمين قد أشعلوا النيران في الأعشاب والأشواك اليابسة التي تكسو تلك المنطقة، وكانت تلك الرياح تهب باتجاه الصليبيين، فاجتمع عليهم العطش وحر الزمان وحر النار والدخان، إلا أن هذه المرة اشتد عليهم حر القتال. والأمر الذي اضطر معه الصليبيون إلى التراجع إلى أعلى الهضبة، فاشتد عليهم القتال من سائر الجهات. ويبدو أن صلاح الدين كان في تلك المعركة الحاسمة يعمد إلى القضاء على الصليبيين وإدخال الوهن في نفوسهم بكل الوسائل، ولم يكن همه مقصورا على القتال المباشر فقط، بل كان يستخدم الحرب النفسية للتأثير على عدوه. والدليل على ذلك أنه بعد أن حاصر الصليبيين في أعلى جبل حطين، ركز اهتمامه على الاستيلاء على صليبهم الأعظم الذي يسمونه الصليب الصلبوط، لأنه كان يعلم أن الاستيلاء عليه سيكون أعظم سلاح لتحطيمه نفسيا ومعنويا، والذين يذكرون أن فيه قطعة من الخشبة التي صلب عليها المسيح عليه السلام بزعمهم. وبالفعل فما أن تمكن من أخذه حتى حل بالصليبيين البوار وأيقنوا بالهلاك. وتقدم المسلمون نحو قمة الجبل، والصليبيون يتراجعون أمامهم ويتساقطون بين أسرى وقتلى، حتى لم يبق مع الملك الصليبي الذي وصل إلى أعلى التل سوى فئة قليلة لا يتجاوز عددها 150 فارسا من فرسان المشهورين بفرسان الهيكل، وتساقط معظم الجيش الرئيسي بقيادة الملك جايلو زينان. فقد تساقط في أيدي المسلمين قتلى وأسرى، وكان على رأس الأسرى الملك جايلو زينان وبعض قادات الصليبيين منهم الراد صاحب الكرك، كما استدعاه صلاح الدين وكلمه وذكره بجرائمه وقرعه بذنوبه وعرض عليه أن يسلم، فرفض أرناط فقام إليه فضرب عنقه على الفور. كانت هزيمة الصليبيين في معركة حطين هزيمة كارثية، حيث فقدوا فيها زهرة فرسانهم وقتل فيها أعداد كبيرة من جنودهم وأسر فيها أعداد كبيرة أيضا. وبعد المعركة سيتحرك صلاح الدين إلى فلسطين ليقوم بفتوحاته للمدن والقلاع وكذلك فتح بيت المقدس، وهذا ما سنتعرف عليه في الحلقات القادمة بإذن الله. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناتنا حنكة ليصلكم كل جديد، وإذا كان أي استفسار سنجيب عنه بإذن الله تعالى في قسم التعليقات.